تمثال يرمز إلى النهضة الأفريقية وسط العاصمة السنغالية داكار. علوه يفوق 50 مترا وشيد فوق أعلى نقطة في المدينة. أصبح بالنسبة للكثيرين معلما مهما صنع من البرونز، وكلفته المالية قاربت 30 مليون دولار. السنغاليون يلقبون المشروع الضخم بتمثال الحرية السنغالي، وآخرون يسمونه برج إيفل السنغال. لكن التمثال وقبل افتتاحه الرسمي أثار الكثير من الجدل، وإن كان أنصار الحكومة يرونه مشروعا لدر دخل إضافي. أعتقد أن السنغال في حاجة إلى مزارات كتمثال النهضة، مزارات تجذب السياح وتضيف النمو الاقتصادي. التمثال الذي يرمز للتحرر وتطلع الأجيال نحو المستقبل يجسد رجلا وزوجته وابنهما، لكن صورة المرأة وهي شبعارية تثير حفيظة المسلمين، خاصة وأن التمثال يطل على مقبرة داكار، وفي ذلك حسب البعض إهانة للأموات قبل الأحياء، فيما ينتقد البعض الآخر بناء التمثال لكون الإسلام يحرم الأصنام والتماثيل. التمثال ليس أولوية مقارنة مع أولويات الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي ومدن الصفيح. هذا بالإضافة إلى أن المرأة شبه العارية في التمثال انتقدت من قبل الكثير من المسلمين. واللافت أن تمثال النهضة الأفريقية يطل على الكثير من الأحياء الفقيرة في العاصمة داكار، وكثيرون هنا يرون أنهم أولى بأموال تمثال لا يقيهم شر الفقر، فغالبية سكان السنغال يعيشون وضعا اجتماعيا واقتصاديا مزريا، ونسبة الفقر تفوق 60%، ونصف فقراء السنغال يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم. بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية في السنغال، كان الأجدر استثمار أموال التمثال في المستشفيات ومساعدة الفقراء بدل تمثال يحرم الإسلام. فكرة المشروع تعود إلى الرئيس السنغالي عبد الله واد، ولذلك فهو يطالب بنسبة 30% من عائدات التمثال السياحية. حسن فاتح، BBC من العاصمة السنغالية داكار.